السلام عليكم. يقول تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الفرقان بين الحق والباطل واستبانة سبيل المجرمين غايات شرعية لا بد منها في طريق أهل الجهاد والرشاد. ولقد اختار الله يوم 17 من رمضان موعدا لأهم المعارك بين الحق والباطل من لدن بعثة النبي الهدى إلى يوم الناس هذا. فانتصرت تلك العصابة التي وضعت حجر الأساس لبنيات انتصارات أهل الحق على مر التاريخ ولم تهلك. لقد جاء هذا الجهاد العظيم في رمضان، ففهم المسلمون أن رمضان ليس للقعود بل أن للجهاد فيه نصيب وافر من عبادات هذا الشهر الكريم إن لم يكن خير ما يتعبد به. فسجل التاريخ وما يزال صولات لأهل الحق فيه ضد الغزاة والغلاة والبغاة. الفرقان في ذكرى يوم الفرقان هو عنوان فاتحة حلقة اليوم من برنامج كلمة سواء، صحبة الشيخ الدكتور نادر العمراني عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء. حياكم الله شيخنا وأهلا بكم. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. نسعد كثيرا سادة المشاهدون باستقبال اتصالاتكم وأسئلتكم الشرعية مع شيخنا. شيخنا، سمى الله تبارك وتعالى هذا اليوم يوم بدر يوم الفرقان، فماذا عن هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أن غزوة بدر أو يوم غزوة بدر هو يوم من أيام الله جل وعلا، يوم الفرقان، إذ فرق فيه الله جل وعلا بين الحق والباطل. هو نقطة تحول، كان المسلمون مستضعفين في مكة، فأمرهم الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، يطلبون الإيواء ويطلبون النصر. وكانت غزوة بدر هي أولى الغزوات أو أولى اللقاءات التي التقى فيها جند الله جل وعلا مع جند الكفر، أعني كفار قريش، فهي المعركة الفاصلة التي بعدها بدأ الإسلام يقوى شيئا فشيئا، وبدأت تتكون دولة الإسلام، وبدأ وصار عدو الإسلام يأخذ حذره من الإسلام، وصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم المكنة والناس يعتبرونهم. لذا سماها الله جل وعلا كما جاء في الآية التي تلوتها في مقدمة هذه الحلقة يوم الفرقان، يوم فرق فيه الله جل وعلا بين الحق والباطل، يوم أعلى فيه الله جل وعلا راية الإسلام، يوم مكن فيه للإسلام للانطلاق. هو يوم غير مجرى التاريخ إذن. نعم، ولهذا تسمى غزوة بدر الكبرى، لأن هناك غزوة بدر أخرى، فهذه غزوة بدر الكبرى التي أعلى الله فيها شأن الإسلام والمسلمين، ومنح المسلمين الثقة في أنفسهم، ورأوا ما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم به رأي العين. 13 عاما من الاستضعاف كما ذكرتم شيخنا، ثم الهجرة إلى المدينة المنورة، هل كان هذا لتهيئة الأمة لمثل هذا اليوم؟ لا شك أن اقتضت حكمة الباري جل وعلا مع قدرته سبحانه على أن يقول للشيء كن فيكون، لكنه سبحانه بحكمته جعل أو قرن الأمور بأسبابها، وجعل الأشياء لا تتحقق إلا بتحقق أسبابها، مع أنه سبحانه قادر على خرق العادات. من هذا الأمر أن الله جل وعلا وعد المسلمين بالنصر، وفي قول الله جل وعلا جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، قال مثلا قتادة في تفسير هذه الآية وعده الله بالنصر على عدوه، فكان تأويل هذه الآية يوم بدر. فإذا موعود الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين حق لا شك فيه، ومع ذلك فإن الله جل وعلا قرن هذا النصر بأخذ مجموعة من الأسباب، من بينها الهجرة إلى المدينة، اتخاذ
الأنصار في المدينة، وأيضا ما حصل في هذه المعركة العظيمة من اتخاذ الأسباب، من التخطيط للمعركة، من اختيار البيئة وموقع المعركة، كل ذلك هو درس لنا لنأخذ منه العبرة في أن الله جل وعلا خالق كل شيء والقادر على كل شيء لم ينصر نبيه بمجرد قدرته سبحانه، بل قرن ذلك بأخذ الأسباب. فهذا درس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أرادت العز وأرادت التمكين فعليها أن تأخذ بأسباب العز والتمكين. أعظم أسباب العز والتمكين أن ننصر الله في أنفسنا أولا، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا قبل أن ينصرك الله جل وعلا على عدوك، قبل أن ينصرنا الله جل وعلا على عدونا، علينا أن ننصر الله في أنفسنا، أن نقيم أمره وشرعه في ذواتنا، أن نقيم شرعه وأمره في من حولنا، أن نسعى جادين في تحقيق ما طلبه الله منا، وأن نعمر الأرض على الوجه الذي أراده الله جل وعلا منا. إذا فعلنا ذلك أخذنا بالأسباب، في نظير قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا ظهر جليا في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم دخل هذه المعركة على خلاف ما كانت تقود به العرب معاركها. المعروف في معارك العرب أنها كانت عبارة عن كر وفر، يعني تهجم هجوما واحدا، فإذا كان النصر لك تقدمت، وإذا كانت الأخرى تأخروا ليكروا مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة رتب جنوده ورتب جيش الإسلام الصفوف، وكما قال الله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة جديدة في ترتيب الصفوف، وجعل أصحابه على طريقة صفوف الرماة وحدهم والمقاتلين وحدهم نحو ذلك. فرتب الصفوف، وهذا فكر وإبداع، ونأخذ منه درسا أنه على الجيوش المسلمة إذا أرادت الدخول في معركة كأي معركة كانت أن تتخذ الأساليب الحديثة، وأن تجتهد في الابتكار وفي ابتداع الطرق. وما زال بفضل الله جل وعلا المسلمون إلى يومنا هذا بفضل الله جل وعلا يبتكرون الطرق الفريدة واللطيفة والمبتكرة في النصر على عدوهم، كما جاء في مقدمتك، سواء من الكفار أو من البغاة أو نحوهم. الله تبارك وتعالى، أو ذكرتم حفظكم الله مع هذا أن المعركة كانت معركة حق وباطل، فأصحاب الحق متيقنون أنهم على حق، ومتيقنون أن عدوهم على الباطل. اليوم في 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 بعد 14 قرنا من هذا الأمر، هل من الممكن أن تتكرر هذه الواقعة، وبذات اليقين أن أهل الحق يعتقدون أنهم ثابتون على حقهم دون أن يشككهم أحد أو يتشككهم ذاتهم في الحق الذي يتبنونه؟ لا شك أن أهل الحق مستبصرون بالحق الذي هم عليه، ولهذا لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. فإذا أهل الحق، ونسأل الله جل وعلا أن نكون منهم، متيقنون بالحق الذي لديهم ومقدمون كذلك. لكن على أهل الحق أن يأخذوا بأسباب النصر، لا يكفي أن تكون قضيتك عادلة. نحن كما نتحدث اليوم عن معركة بدر الكبرى، كذلك أهل الحق قد هزموا في غزوة أحد لما خالفوا أمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، نعم، في النزول من نزول الرماة من الموضع الذي وضعهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم صاحب الحق، صاحب القضية العادلة، إذا لم يأخذ بأسباب النصر كما ذكرنا، وهي أسباب النصر في أنفسنا أولا، ثم في أخذ الأسباب المادية المحسوسة، فلا شك أنه لا، إذا هزم أو نيل منه لا يلومن إلا نفسه.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كما ذكرنا رتب الصفوف وأيضا اختار الموطن، اختار الموقع الصحيح في التمركز كما يقال اليوم. للأسف الكثير مما يحصل حتى في معاركنا اليوم، للأسف هؤلاء الأعداد الكثيرة من الشهداء الذين سقطوا، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء في معارك الأمس والأيام القريبة، في مثلا في مقاتلة هذا التنظيم الباغي في سرت. كثير ممن وقع من شبابنا الأتقياء الأنقياء، أعني شباب المقاتلين في سرت، إنما سقطوا بسبب خذلان، الخذلان الذي لاقوه في عدم الإعداد الجيد، في عدم التجهيز. الآن كما تأتي الأخبار في التقدم والنصر الذي حازه هؤلاء الأبطال بالأمس، إنما حازوه لكن حازوه بخسائر كبيرة في الأرواح. نحن نحتسبهم عند الله شهداء، نعم، ونفرح لأنهم عند الله فعليين، لكننا نأسف أشد الأسف لأنه كان بالإمكان أن يتفادى مثل هذه الخسائر. نعم. والأخبار تأتي بأن الإصابات معظمها في الرأس وفي الصدر التي يمكن أن تتفادى باتخاذ الدروع ونحو ذلك. شيخنا، كانت قيادة معركة بدر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو نعم القائد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، في معارك اليوم ماذا يمثل القائد في معاركه؟ هل هو القائد العسكري فقط أم القيادة التي مثلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي نوع القيادة التي مثلها النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر حتى نعكس هذا الواقع على معركة البنيان المرصوص أو معاركنا ضد البغاة في أي مكان؟ القيادة، أولا هناك قيادة عامة وهي التي كانت متمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم، وبمصطلحات اليوم هناك جبهات متعددة في القتال وهناك قيادات لهذه الجبهات. الجبهة السياسية وقادتها السياسيون، لأنه كما هو معلوم أن أي نصر عسكري إذا لم يتلوه تقدم سياسي فإن هذا النصر سينقلب هزيمة، وهناك نصر لابد وقيادة على الجبهة الإعلامية، ولا شك أن القيادة في ساحة المعركة بفضل الله جل وعلا. هذه القيادات موجودة اليوم، والقادة يبذلون أنفسهم، وكما يقال علامة أو صدق أو دليل صدق قضيتنا شهادة أو قادتنا. شهادة قادتنا. نحن اليوم بفضل الله جل وعلا في قتالنا لهذا التنظيم الباغي رأينا الوزير الشهيد، رأينا نقيب المحامين، رأينا القادة الأبطال، القادة المحاور، نعم يسقطون. وعادة الجند أو الأفراد الجيش إذا رأوا قادتهم أمامهم لم يهابوا وتقدموا ونشطوا واجتهدوا في القتال. أما إذا رأى الواحد منهم أن القادة خلف الأسوار المسورة ويدفعون الشباب الصغار إلى الأمام فلا شك أن عزائمهم ستخور. طيب. وهذا بفضل الله جل وعلا من أسباب النصر التي نسأل الله أن يمكن لنا فيها قريبا. طيب، نستأذنك شيخنا للخروج لهذا الفاصل الأول، كذلك السادة المشاهدون نخرج إلى الفاصل الأول، من بعده نبدأ باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم. إلى الفاصل الأول. حياكم الله أستاذ المشاهدون مجدداً، صحبة الشيخ الدكتور نادر العمراني عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، ومستعدون لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم إن كان هناك هاتف يمرر لي الآن. طيب شيخنا، يعني تحدثنا عن القيادة ابتداء، لكن كذلك مسألة عطفتم منذ قليل عن مسألة سقوط الشهداء العدد الكبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلهم، خاصة في مسألة عملية البنيان المرصوص الأخيرة. إلى متى تعوزون هذا الأمر؟ يعني إلى الحماس المفرط للشباب من قلة العداد أم ماذا؟ يعني هو الحقيقة طبيعة المعركة، أولا نسأل الله العفو والعافية، هذه طبيعتها. غالب هؤلاء الأفراد التنظيم الباغي هذا هم من خارج ليبيا، المعركة بالنسبة لهم حياة أو موت. يعني أبطالنا حاصروا المكان حصارا جيدا، وأنا بالأمس قرأت يعني منشورا أعجبني، كان بالإمكان لهؤلاء الأبطال لو كانوا يبحثون عن
نصر سياسي أو نصر إعلامي لا مكنوا لهم في منفذ للهروب ولا اختفوا في الصحراء وانتهوا من هذه القضية ودخلوا سرت دخول الفاتحين، لكن لعزم هؤلاء الأبطال الشباب على إنهاء هذه القضية وإنهاء هذا التنظيم الفاجر هم قد أحكموا السيطرة على سرت وعلى كل منافذها وعازمون مصممون على القضاء على هذا التنظيم الباغي. أيضا قضية الدعم وما ذكرناه آنفا في عدم وجود هذه الخودات، يشتكي الكثيرون من عدم وجود الخودات وعدم وجود السواتر هذه أو التي يلبسونها أو الذروع، هذه لا شك أنها تحتاج لأن هذا أفراد هذا التنظيم متمركزون في البنايات العالية ويقنصون الثوار من بعيد. طيب حفظكم الله، استقبل أحمد من مصراتة. أبو أحمد أو أبو محمد من طبرق. أنا محمد أحمد أودة. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إيش يا أخوي اللي نفرق هذه الحاجة مرتفع يا شيخ؟ تفضل. الصلاة وراء السلفية هذولا هل يجوز ولا ما يجوز؟ من؟ الصلاة وراء السلفية. من هم السلفية؟ هم المداخل هذولا اللي عندي سوا. طيب ايش؟ عندي في الجواب. طيب من هم؟ السلفية هذولا اللي قاعدين عندنا المداخل. طيب ايش سؤالك عنهم؟ هل يجوز الصلاة وراهم ولا لا؟ هل تجوز الصلاة وراهم أم لا؟ أيوه. طيب استقبل أبو محمد من طبرق. أهلا أبو محمد. حمزة. طيب حمزة من بنغازي. أهلا حمزة. حمزة من بنغازي أخونا. وأنا أستمع إليك حمزة، تفضل. أهلا بك. بنحكي على بنغازي، بنحكي على الوضع لبنغازي، نحكي على حتر الزرطوم والفاير حتر هذا ما عشك ما يلبسك حتى نحتفظ الألفاظ يعني بعض الشيء يعني تفضل. نحن قصدي الناس اللي ما تروحت وانا الناس بقدرية مع شبوح والناس المساكين والمحتاجين. طيب سؤالك بالذات عن هذا الموضوع. شكرا قناتك وشيخنا اللي قدامنا والناس الطيبة. طيب نسأل الله يبارك فيك إن شاء الله. أخي فقط صوت سلمك ووقف ضرب على دارنا ووقف الطيران. طيب يعلق بنغازي. يعلق الشيخ عن هذه الأعمال إن شاء الله. بنغازي من الطيران. طيب يعلق الشيخ عن هذا الأمر، أسأل الله أن يفرج عنكم وعنا جميعا. طارق من بنغازي أو من طرابلس. أهلا طارق. أهلا طارق. أيوة طارق. أهلا بك طارق. ألو. ارفع من صوتك وأهلا بك طارق. حبيت من مبارك على انتصارات الأخواننا الثوار في مدينة سرت. اللهم آمين. فحييناهم على المبذول الذي بذلوه من كل النواحي. طيب سؤالك طارق لو سمحت. السؤال لماذا لم يتم الدعم لثوار مدينة مكاسا في الهجوم على مدينة سرت؟ وشكرا. طيب لعل الشيخ يعلق عن هذا إن كان أمكن. أسماء أيضا. أهلا أسماء من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عفوا بالنسبة للشيخ السؤال الأول، ما حكم تركيب الرموش؟ حكم تركيب الرموش الصناعية. السؤال الثاني، ما حكم تشقير الحواجب؟ تشقير الحواجب. بارك الله فيكم. طيب من معي بعد أسماء؟ محمد من طرابلس. أهلا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال حضرة الشيخ. نعم. إن شاء الله حضرة الشيخ. سلام عليك يا شيخ. مرحبتين بك، أهلا وسهلا. أعطينا سؤالك محمد. اللي يحدث في البلدان العربية في الوقت الحالي في البلدان العربية بصفة عامة. نعم. ما يحدث في البلدان العربية بصفة عامة. استمع شيخنا فهمت شيء. ما يحدث في ما يحدث في بلداننا العربية بصفة عامة. نعم. هل هو ضيف للإيمان ولا هل امتحان للإسلام؟ طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. ياسمين من طرابلس. أهلا بك ياسمين. أهلا بك، تفضلي بسؤالك لو سمحتي. أنا أسأل الشيخ، أنا والله نذرة شهرين صيام. نذرة شهرين صيام جدا. نذرة شهرين. نذرة شهرين صيام. طيب وفعلا نصيمها
مع بعضهن ولا نفرقهن ولا نعطي عليهن مد ولا شيء. تبي تصير فجأة؟ كان ناوية شن نذر يعني، ما هو نذرها؟ هل نذرت متواصلات أم لا؟ أنت نذرتي أن تصيميهم متواصلات أم قلتي نذر علي صيام شهرين فقط؟ أنا قلت نذر علي شهرين نصيم منك خلاص. طيب وضحت شيخنا. في سؤال آخر بنسأله. طيب تفضلي. نسأل عندي قطعة أرض في منطقة زكاتة. إيش؟ قطعة أرض في منطقة. عندي قطعة أرض زكاتها. في زكاتها. فهل نعطي عليها زكاة ولا لا؟ طيب قطعة الأرض زكاة قطعة الأرض شيخنا. عرضتها للتجارة يعني. أنت عرضتها للتجارة قطعة الأرض هذه؟ نعم. عرضتها للتجارة قطعة الأرض؟ لا قطعة هيك فاضية ما فيها شيء. طيب يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. أمل من مصرات، أهلا بك أمل. ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياكم الله جميعا ونترحموا على كل شهدائنا، يا رب يعوضنا فيهم خير إن شاء الله. اللهم آمين. أول شيء بنقول حيف علي الناس كثير اللي قاسينها الظلمة للأسف يعني بعد اللي شفناه، يحيف على رجالها والله. طيب يا شيخ لو سمحت لي، هل يعتبروا أهل سرت من الناس اللي يعانوا الظلم هذوم ولا لا؟ نتمنى يجاوبوني يا شيوخنا يعني اللي يعتبروا من شو حكم من اعان الظالم؟ يعني بعد كل اللي صار هذا شو الحكم من اعان الظالم؟ واحنا عارفين اهل سرت كاينين يبوا النظام هذا. يعني جاوبنا يا شيخ بالله عليك. طيب يرشدك الشيخ باذن الله تعالى. بارك الله فيك ان شاء الله. حياك الله. هناك اسئله اخرى؟ طيب شيخنا حتى قبل ان نبدا في الاسئله، يعني لو تحدثنا عن الواقع الامه الاسلاميه واقع البلاد في ليبيا بحد ذاتها، يعني ما يحصل اليوم؟ هل هو ضعف في الإيمان؟ هل هو ضعف في الإعداد؟ هل هو ضعف في الإيمان بالقضية أصلا؟ لو وصفنا هذه المسألة بالذات. الحقيقة الواقع العالم الإسلامي كله لا يسر صديقا ولا حبيبا كما يقال. للأسف لم نأخذ بما أوصانا الله به جل وعلا، لم نتمسك بكتاب ربنا، لم نلتزم شريعة ربنا، وأيضا لم نأخذ بأسباب العز والتمكين لا في الآخرة ولا في الدنيا. إذا ما قارنا الشعوب المسلمة وتحديدا الشعوب العربية فهي مصنفة على أنها من دول العالم الثالث، أكثرها فسادا إداريا، أكثرها تخلفا، جامعاتنا ومعاهدنا العليا تأتي في آخر التصنيف دائما، ونرى الجامعات الأوروبية والأمريكية هي المتقدمة. تمسكنا بديننا للأسف يعني ضعيف جدا. فمثل هذا الحال لا شك أنه من أسباب الهزيمة، وكما ذكرنا أن من أسباب النصر نصر الله في أنفسنا. فإذا لم نتخذ ولم نأخذ بأسباب العز والتمكين فلا يمكن. هذه سنة الله في الكون لن تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا أن نغير من حالنا وأن نتقدم في هذه الحياة وأن نقود الأمم كما كنا نقودها في السابق، فعلينا الرجوع إلى ما كنا إليه، كما قال الإمام مالك: إن الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولها. فصلاح أمتنا أو سلفنا الصالح كان صلاحهم بالتمسك بها بكتاب الله جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا هو المشاهد اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رضيتم بالزرع وأخذتم وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فيوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كثير ولكنكم كثير غثاء كغثاء السيل. هذا وهن الأمة بصفة عامة، لكن نحن في بلادنا الآن بالذات، يعني من الناحية الشرعية شيخنا، ما هي الأسباب التي جعلتنا في هذه الفرقة ابتداء ثم بعد ذلك في هذه الحروب الطاحنة نقاتل مع بعضنا البعض، وأهل الحق باتوا يعني فئة مستهدفة من الكل، من البغاة والغلاة؟ هذه سنة الله في التغيير. هناك من يقاوم التغيير ولو كان حسن. طبائع الناس، نحن عشنا في تلك الحقبة السوداء لتلك الأربعين السوداء
ولا شك أن من يريد أن يقاوم هذا التغيير لن يسمح. هناك نظام غربي دولي متنفذ في هذه البلاد تعود على مص خيرات هذه البلاد. هناك كما يسمون اليوم دواعش المال العام الذين تعودوا على السيطرة على أموال هذه البلاد وخيراتها. هناك من كان يتميز بميزات على سائر أبناء هذا الوطن. هؤلاء جميعا لم يسمحوا ولن يسمحوا لهذا الشعب أن يعيش حياة كريمة هنيئة يختار فيها من يحكمه ويختار فيها مستقبله ونحو ذلك. عاشوا وعاثوا في هذه البلاد الطيبة فسادا ويريدوا أن تكون لهم إلى أبد الآبدين. سنة التغيير التي واكبت أو صادمت النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيره من الأفضل فرفضوهم ذلك، هي ذات السنة التغيير. نعم هي ذاتها، ولهذا كفار قريش لما قام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون صدقه وأمانته ونزاهته ونحو ذلك، لكن إنما امتنعوا من مطاوعته حسدا. ولهذا ورد عن غير واحد من كفار قريش لما قال تنافسنا مع بني هاشم فقلنا فسقوا فسقينا فآووا الحجاج فآوينا كذا كذا، فإذا قالوا منا نبي ماذا نقول؟ من أين لنا أن نأتي بنبي؟ فالقضية أهل الباطل يقاومون الحق ويقاومون الإصلاح، كما أن أهل الحق وأهل الخير يسعون إلى نشر الصلاح لأنهم يرون أن في نشر الصلاح الخير العميم، كذلك أهل الباطل ينضوون أو يتقوقعون في مصالحهم الشخصية الخاصة. ولذلك فإن سنة الصلاح وسنة الإصلاح لا شك أنها في غير هواهم، وبالتالي نعم. ستقاوم البعض يعني يربط في ربط لعله قريب جدا شيخنا ولعلك تصوف الأمر، ما كان من تشويه الصحابة رضوان الله عنهم وتشويه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة في الحبشة عند ملك الحبشة، وما يقوم به من يمثل البلاد اليوم في الخارج من مفترض أنه يمثل البلاد الخارج في الأمم المتحدة ويصف من يقاتل هذا التنظيم الباغي بأنهم قاعدة أو بأنهم إرهابيون أيضا، وجه المقارنة شيخنا المقاربة بين هذا الأمر وذاك؟ لا شك الحقيقة الشبه في الأفعال، وأنا أعني نعم كبير جدا. الآن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من يعلم كفار قريش صدقه وأمانته، والحقيقة التشبيه فعلا غاية في الوضوح في أفعال هؤلاء، كان من يعرفون في الصدق والأمانة، وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من خيرة فتيان قريش وشبابها وكهولها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الدعوة إلى الخير والإسلام رموهم عن قوس واحدة، قالوا ساحر ومجنون وكاهن، وشتموا أصحابه وذموهم ووصفوهم بأقذع الأوصاف. لما كما ذكرت في الهجرة إلى الحبشة لما ذهبوا قالوا هؤلاء يسفهون الأحلام ويريدون أن يخالفوا أقوامهم ونحو ذلك. هو تماما ما يحصل اليوم، شباب من خيرة شباب البلاد من يعرفون كما ذكرنا على يعني الثوار ومن قام بهذه الثورة المباركة هم خيرة الناس، من المثقفون والمتعلمون والمهندسون والأطباء من كل أنحاء ليبيا، حماس العلم الشرعي. نعم، ومن يعرفهم الناس بحسن الخلق نحو ذلك. وفي الطرف المقابل انظر إلى الضفة الأخرى، نجد الأراذل وأسقط الناس، ومع ذلك اليوم يتهمون الأخيار الذين يريدون أن ينقذوا هذه البلاد بأنهم دعاة فتن وأنهم دعاة دماء. لما قام بعض الشباب يدافعون عن مدنهم وعن قراهم ويدفعون هذا العدو الصائل اتهموا بأنهم متشرب يعني متطلعون إلى الدماء وأنهم سفكوا دماء ونحو ذلك. الفتاوى التي صدرت وحثت الناس على مقاومة البغي وعلى صد العدوان وعلى رد هذا المجرم الذي يسير على خطى سلفه فيما مضى لا شك أنها قوبلت أيضا باستهجان وهؤلاء دعاة فتن. اليوم هذه الأصوات وهذه الأبواق التي كانت تصرخ متأسفة على سرت
اليوم كلها صامتة وساكتة. لماذا؟ لأنهم يقتاتون وراء من خلف دماء الليبيين. طيب شيخنا سأدينك الخروج لهذا الفاصل الأخير، من بعده بإذن الله يواصل معك. كذلك السادة المشاهدون نخرج إلى هذا الفاصل، من بعده نواصل. حياكم الله مجددا أستاذ المشاهدون. صاحب الشيخ الدكتور نادر العمراني عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، كذلك طرح المواضيع المهمة المتعلقة بالساحة الشرعية في ليبيا والسياسية كذلك. شيخنا أحمد سألك عن الصلاة خلف غلاة التجريح. الصلاة بحمد الله جل وعلا تقبل خلف البري والفاجر، ومن رحمة الله بنا أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الإمام إذا أحسن فله ولنا، وإذا أساء فعليه ولنا الخير بإذن الله. فنقيم الصلاة خلف البر والفاجر إلا من خشي على نفسه الاحتكاك بهؤلاء أو أن يتصادم معهم ويخشى على نفسه الهلكة، فحينها يتجنب الصلاة معهم. سألك عن محمد حمزة بنغازي، ما هو تعليقكم عن الطيران الذي لم يهدى عن مدينة بنغازي والبغي بغي قوات حفتر وما يسمى بحفتر؟ الحقيقة أنا أقول لو انقطع هذا الطيران لشككنا في أنفسنا، سبحان الله. لكن الحمد لله الأمور واضحة وبينة وظاهرة. من يرفع شعار مكافحة الإرهاب ظلما وزورا معروف، ومن يحارب الإرهاب ويحاول أن أو يسعى إلى استثباب الأمن في بلادنا معروف. هذا الذي زعم أنه يحارب الإرهاب فذهب إلى خيرة الشباب والكتائب التي حمت صناديق الاختراع في بنغازي وبدأ بها بكتائب رافلة السحاتي والدروع ونحو ذلك، واليوم بعد أن انتفض أهل درنا الأبطال وضربوا أروع الصور في طرد هذا التنظيم الباغي، رأينا تلك الطائرات التي بدأت تقصف درنا بعد أن تنفست الصعداء وأرادوا، ورأينا حراكها المدني وبدء عودة الحياة الطبيعية، وترك ذاك الرتل الظالم الذي خرج من درنا فوصل آمنا مطمئنا لينضم إلى إخوانه في سرت. كل هذه لا شك أنها من علامات التي نتيقن بها أننا على الحق، وأن عدونا وأن مقابلنا هو الباطل، وندعو إخواننا ممن ما زال يظن في هذا المجرم أنه يريد الخير لليبيا أن يستفيق وأن يراجع نفسه، عل الله جل وعلا أن يهدي قلبه. شيخ نقل جرائم هذا الرجل ونقلها عبر الإعلام وكشفها للناس سواء في بنغازي أو درنا أو جدابي غير ذلك، البعض يقول أنه هذا من باب التحريض ومن باب الفتنة، أن قناة إخبارية تقوم بنقل هذا الأمور للناس، فما هو قولكم في هذا الأمر؟ الحقيقة نحن تحدثنا قبل قليل عن القيادات وأن القيادات متعددة، هناك قيادة سياسية، قيادة في الساحة، وهناك القيادة الإعلامية، ولا أنا أقوله مجاملة، لكن قناة النبأ هي إن لم تكن الأصدق فهي من أصدق القنوات التي تنقل الخبر، ولكم تأسفنا في تلك الفترة التي انقطع فيها بث النبأ. أعجبتني كلمة قالها بعض الإخوة، صار الهواء مختنقا بسبب أننا لم نعد نتنفس عبر قناة النبأ. لا شك أن الدور الإعلامي دور أساسي وهام لنقل الحقيقة دون تزييف. اليوم نجد تلك القنوات كما ذكرنا التي تاجرت بدماء الليبيين، اليوم صمت القبور عما يحدث سواء في درنا أو في سرت، لا لي شيء إلا لأن الطرف القائم بأمر الله جل وعلا وبدفع الظلم ونصرة الحق في هاتين المدينتين، وكما حصل أيضا في صبرات سابقا، إنما هو الطرف المخالف لها سياسيا. أما ولهذا كانوا يتمنون ويودون أن لو كان صاحبهم هو من دخل مدينة سرت، لكن هيهات هيهات، هذا شرف لا يمكن أن يكتبه الله جل وعلا لأمثال هؤلاء الأراذل الذين ذأبوا على أن يكونوا في زبالة التاريخ. حفظكم الله شيخنا، نسأل الله أن يكون على قد المسؤولية. شيخنا طارق سأل، لماذا يغيب الدعم في نظركم عن الثوار في مدينة مصرات؟ الحقيقة
هذا أمر فعلا مدعاة للريبة، ومهما أحسننا الظن فإننا لا نجد مبررا لذلك. المجتمع الدولي الذي كان يصور أن سرت غول كبير وأن فيها الآلاف من المقاتلين وأنها 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 خطر على العالم ونحو ذلك، هؤلاء الشباب أقول الأتقياء الأنقياء لا كما يزعم ذاك الدعي الذي وصف داعش بأنهم شباب أتقياء أنقياء، شبابنا بفضل الله جل وعلا هم الأتقياء الأنقياء، خرقوا كل هذه القواعد. كانوا يتمنون أن 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 يحظى صاحبهم كما ذكرت بهذا الشرف، لكن لما وجدوا أن الثوار البواسل الأبطال الشرفاء الكرام هم من قاموا بهذا العمل، لا شك أنه لا يسرهم أن يتم لهم ذلك. فلعله قطع الدعم، إغلاق الجو أو على الطائرات الإسعاف، رأينا في اليومين الأولين طائرات إسعاف ذهبت إلى إيطاليا ثم لم نسمع بأحد من الجرحى ذهب إلى تلك المستشفيات، وغاية ما يمكن أن يذهب إليه الجرحى اليوم هو تونس وتركيا. كل هذا هو مدعاة لإشارات استفهام، وأنهم لم يريدوا الخير وإنما أرادوا الزج بأبنائنا في هذه المعركة التي ظنوها خاسرة، لكن بفضل الله جل وعلا خاب مسعاهم وخسرت ظنونهم، وبإذن الله جل وعلا سيكتب الله الفتح والنصر لهؤلاء الشباب المباركين. يعني إذا كان الساسة متلبسون في أمرهم أو متلبسون في أمرهم لا نعلم حقيقة ماذا يفعلون، رسالتكم على الأقل لرجال الأعمال الذين الآن من المفترض على الأقل عليهم دعمهم شيخنا؟ والحقيقة الناس بفضل الله جل وعلا ينفقون، والكثير من الناس اليوم يسأل عن الدعم وعن دفع الزكاة لهؤلاء الأبطال. لا شك أن الجهات الرسمية إذا تأخرت في دعم هذه الجبهة فعلى أهل الخير وعلى أهل الدثور وعلى رجال الأعمال، والحقيقة هذا ما عودنا به رجال الأعمال الشرفاء الذين دعموا حراك الثورة سابقا وسيدعمون الشعب الليبي في تطلعه إلى الانتقال إلى الأفضل والخير بإذن الله. بعض الأسئلة الفقهية يا شيخنا، سألتنا أخونا أسماء عن حكم تركيب الرموش الصناعية. الرموش الصناعية الحقيقة هي من الوصل المنهي عنه، لأنها فيها تركيب شيء وإلزاقه بالشعر، فصورته صورة الوصل الذي نهى النبي صلى الله جل وعلا عنه، ولعن نبينا صلى الله عليه وسلم الواصل والمستوصل، وعامة أهل العلم يرون أن الرموش الصناعية من ذلك. حكم التشقير، تشقير الحواجب. التشقير جائز بشرط ألا تخرج به المرأة أمام الرجال، لأنه ليس نمصا وإنما هو نوع من التزيين الذي يزول. أختنا سألت عن نذر شهرين صيام، لكنها لم ترفق بهذا، أنه هو متابع أو غير متابع. والظاهر ممن ينذر صيام شهرين أنهما متتابعان، فإذا نوت بهما أنها شهران متفرقات حينها يمكنها ذلك، أما الظاهر اللفظ أنها شهرين يعني متتابعات والله أعلم. قطعة أرض لكنها ليست أرض للبيع، زكاتها هذه ليست فيها تجارة ما دامت أنها للقنية والاستعمال أو لعلها تبنى مستقبلا فليس فيها زكاة. نختم بسؤال أختنا أمن المصرات، هل يعتبر أهل سرت ممن لم يقاتل التنظيم هناك وماكث هناك ممن أعان الظالمين أم لهم؟ الحقيقة لا يمكن التعميم، لأن الناس هناك أحوالهم مختلفة، منهم القادر ومنهم من لا يقدر على حمل السلاح، ولا شك أن هذا التنظيم الباغي قد بسط سيطرته على البلاد وحاولوا في أكثر من مرة وحدثت بعض المحاولات، فنسأل الله جل وعلا أن يسلم أهلنا في سرت، ونحن متأكدون بإذن الله جل وعلا أنهم إذا وجدوا الفرصة بإذن الله سيعينوا إخوانهم من الثوار من مصراتة ومن سائر مدن ليبيا. نحن نذكر مصراتة على سبيل الخصوص لأنها تحملت العبء الأكبر، لكن هذا لا يعني أن إخوانهم من بقية المدن معهم وينصرونهم ويدعمونهم، ونسأل الله أن يفرج عن أهلنا في سرت في القريب العاجل بحول الله. حفظكم الله دكتور نادر العمراني عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، شاكرين جزيلا لحضورك معنا شيخنا. أستاذ المشاهدون، هكذا تكامل دقائق هذه الحلقة من برنامج كلمة سوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أبنائنا بالنصر والثبات
ضد الطغاة والغلاة والبغاء. إلى ذاك الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.